الآن مداهمة مقعد الشيشة بسلة. كل واحد على الباري. شوف شي حاجة. الصحفي المفروض فيك تتعاون معنا ماشي تخدموا معنا الصحفي معنا اللي عندنا الاخ وصافي جينا معاه امين طلع الشيطان خرج ولد الشيطان صافي فين كتشتغل لا عطينا ليا ديالو هي البطاقه المهنيه اللي معتمده لا هذه ديالكم مصروبين انتم هكا شتي هذا حيوا ما تخلينا ندخلوا حتى غير متعاون دابا المهنه ديالك اللي كتمارسها لا مراسيل هي اللي كتكون من طرف الخبز هي فاش يلا يلا هضرت معاك وهضرت معاك قلت لك جمع راسك جمع راسك وما بغيتيش ما تصورش الوجه شي عند صاحبكم في الدار ديالو الناس كتموت وانت دابا حنا مسالي الشيشه دابا نخدم معاك في الشيشه قيامة نايضة وانت دابا يلاه مسالي قهوة الشيشة صافي لا سلوجات لا غير يلا
قالك هذاك اللي هضر لي دار الحيطوبين قدام قدام الكراج ديال الناس ماشي شريف اشريف شريف راه هضر معاك الضابط ممكن انا غنهضر معاك اجا اجي 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 دابا باش ندخل بحال انا نعس غتولي تخدم لي انت سمح لي اجي وانا نعرف صافي طلع سعاده الطي داخل ما كاينش طوموبيل لقينا تفضل حيد عمر دابا نمشي معكم ماشي مشكل طلع الله يخليها تما عندي غادي نرجع ليها يلاه طلع ما في الطوموبيل لقينا في القهوه ديال الشيشه خلي السدو السالو تا هو يكون خلي السالو ديال عندك عندك امين السمريه محجوز باش ندوزو لا في حميد بلاتي بلاتي هذا محجوز محجوز هذا سرقه لا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.